نحكي في موضوعنا المهم برشا حقيقة. معناها في المدة هذه الأخرى برشا ناس معناها اللي هما قدموا على فيزا لم تشمل فيزا راهي تيب دي، مش برشا ناس يعرفوا راهي الفيزا بعد الزواج فيزا لم تشمل هي فيزا تيب دي، مش كونوا واضحين ما تغلطوش، وهذه تحطوا المعلومة هذه في مخك ما تنساهاش. في المدة الأخرى كما قلت لكم برشا ناس قدموا على فيزا لم تشمل ومعناها خافوا من الإشكالية المطار، فما قبل معناها صار في سيتياسيون أخرى. وهذه تحطوا المعلومة هذه في مخك ما تنساهاش. في المدة الأخرى كما قلت لكم برشا ناس قدموا على فيزا لم تشمل ومعناها خافوا من الإشكالية المطار، فما قبل معناها صار في سيتياسيون أخرى اللي هما رجعوا من المطار. ولكن المعلومات هذه ما هي صحيحة. نحكي في موضوع فيزا لم تشمل. الإنسان إذا تزوج على روحه جو مريقل جو أحلى جو ما ينجموش يرجعوه من المطار، وانتوما باش تفهموا الحكايه علاش. الناس اللي تجي للمطار اول حاجه كما قلت لكم وحكيت معاكم قبل بطبيعه الحال هي الزوج باش تستناه في المطار، ثم اجراءات باش يقوموا بها في المطار، شويه كنترول شويه تثبت من الاوراق كما تعرفوا. المهم الشخص عنده يكون معناه مبلغ محترم كاش بطبيعه الحال الدولار ولا الاورو، هذه ما يتقلقش بطبيعة الحال يكون عنده أوراق لازمة اللي هي مثلا عقد الزواج الأصلي، عنده أكيد تصاور هو ومرته، عنده رقم الهاتف متاع زوجته، ويكون بطبيعة الحال يعرف العنوان متاع مرته وين تسكن في أوكرانيا. المعلومات هذه مهمة برشا. بطبيعة الحال مرتك تستنى فيك في المطار أكيد تقعد شوية وقت، البروبليم الوحيد هو في الوقت اللي أنت تقعد تستنى في المطار، تنجم تستنى ساعتين، تنجم تستنى 3 سوايع، وتنجم تستنى ساعة. هذه هي المعلومة حبيت قلت لكم عليها. برشا ناس في المدة هذه قدموا على فيزا لم تشمل فيزا تيب دي كما قلت لكم، وصلوا وبرشا ناس معناها ما صارتش إشكالية الرجوع من المطار. كما قلت لكم فسرت لكم الحاجات هذه راهي مهمة برشا. نكمل نحكي لكم نعطيكم أسرار زادة، أسرار المطار في أوكرانيا، تابعوني نحكي لكم أكثر تفاصيل. أهلا بكم، مرحبا بكم من جديد. مش نعطيكم معلومات تهم المطار برشا. أول حاجة في المطار أنت كي توصل بإذن الله لازمك تكون كالم، تكون هادئ برشا، وتنتظر معناها الوقت اللي هما كما قلت لكم ساعتين 3 ساعات، ما تكونش انت معناها على اعصابك، تكون هادئ برشا. وفي المطار تنجم تحكي باللغة الانجليزية، تنجم تحكي بالاوكرانية، باللغة الروسية، هذا معناها موجود بطبيعة الحال. انت لازمك تكون هادي برشا، ركزوا معايا، تكون هادي برشا، تكون معناها تعرف شنو تحكي في المطار، تعرف معناها قصة، مش معناها قصة علاقتكم انتوما. فما اللي يقول لك عرفت مرتي على الانترنت، فما اللي يقول معناها عرفت مرتي معناها جاتني تونس، جاتني الجزائر، جاتني المغرب، جاتني مصر. المهم انتوما حاولوا تحكيوا قصة صحيحة، فهمتوني؟ وبالنسبة ما تقولش انا عرفتها على الانترنت، هذه هي ما تعاونكمش برشا الحكاية. تقول عرفت مرتي على الانترنت ما تعاونكمش معناها، فهمتني؟ مش في صالحكم. قول عرفتها ما نعرفش كيفاش، والحاجة هذه راهي مهمة برشا. المهم إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، معلومات مهمة برشا على الطاير، ما تخافوش ما تكون هادي برشا في المطار. مرحبا بكم، إن شاء الله نشوفكم في فيديوهات أخرى كالعادة. سبسكرايب سبسكرايب.